أود أن أعتقد أننا سنجد السلام على هذه الأرض في مرحلة ما، ونصل إلى وعي جماعي بالتعاطف مع بعضنا البعض، حيث نقول كفى، دعونا نعيش كواحد. بيرس بروسنان. بطريقة أخرى، الوعي الجماعي هو إيقاظ المجتمع وإدراك طريقة أفضل، لأن العالم يتكون من أفراد، فإن هذا الظهور يبدأ من كل شخص. مع ظهور التعاطف مع بعضنا البعض في عدد كاف من الناس، قد نهرب أخيرا من تاريخنا العنيف. قد يبدو العيش كشخص واحد وكأنه حلم بعيد المنال، لكنه ليس كذلك. يبدأ برؤية لشيء جديد وينمو بالالتزام الفردي باللطف. كلمة طيبة تغير كل شيء.